اهلا، ولا يهمك، انا الان باب بيته، ما يهمك الا اقنعه اقنعه اقنعه، ولا يهمك. هذا عملي الله يرحمه. فين مات بالضبط؟ طيب، ولا يهمك ولا يهمك، مع السلامه. اسمع، ذا جلاك سين الطفار. ها؟ ذا جلاك سين الطفار. لا تفرق. اسمع، ده فكر، ده شوف ذي الاخ ذي عن وصل عنده. ايه، هذا هو ابنه مات في الجبهه عندنا مع الحوثيين مع انصار الله، فهم خبر. اشتيك عندما تجي تغيب 5 دقائق وتجي من عندهم وتجي لعندي مسرع تقول لي عم محمد عم محمد، انا اقول لك ايش، تقول ابنك مات جن ام الافارت فيا. قل كذا تمثيل تمثيل. ها تمثيل. مش كذي، مش حقيقه. قالك ابنك مات. ايوه ابنك مات، وانا على اساس هو لانه ايش يطمن يطمن، انا اعمل له سيناريو نقول كل الناس ابنائهم مات. ايوه يا سلام. صح ان قد ماتوا كثير، بس اهم شيء لا تنسى 5 دقائق بالضبط احسبها. انا بتكلم بنتظر هنا لانه ما في البيت. احسب 5 دقائق. 5 دقائق انا انتظر له هنا. تمام يلا. نبلا ساعة. مسك هذا كذا بالأقل 5 دقائق. هذا شوف في ساعة ذا جواب نطفار. أيه. أقول لك بناك ماذا، أوريك كيف اسكا بناك ماذا الحين والله ماذا أصا بناك ماذا. كيف بناك ماذا انت قلت لي؟ اقول لك اني كيف شي واحد يجي يقول واحد ابنك مات هو فارح. كذب ما ماتش. ولو كده. انا اللي افرح، انت تخليك بتبكي وانا افرح علشان ها الله عليك واحد. كسكس بس اقول لك وانا حزين اقنعني. اوريك مالي دخل. صح، هذا يبس تتيه بطريقه ثانيه. خلاص تمام مالك. لا اقنعني يلا. 5 دقائق هنا. ايوه 5 دقائق نطفر، يعني 4 لا ما تقعد 10. خلاص تجي يلا، وانا انتظر له هنا. والله راح احطه يشتري مثل ذا الجوال. جن اسامه يتصل. والله جن اسامه امانه ابوك ذكي، امانه في الخطه. من معي؟ يالو اسامه يالو الفندم مالك؟ يالو اسامه وهو كيف؟ أنا بسألك بالله صدق، مات أسامة كيف؟ في أنا استشهد جن أم الأفارد هو السبب، تفاول على ابنه لما مات من صدق. تمام، شغل له ضحي اهلا حي الله بالاستاذ زكريا، كيف حالكم؟ من الاخ؟ معك المشرف الجديد حق الحرم من انصار الله. اهلا وسهلا. انا ابو طه. حياك الله. الله يسلمك ويعافيك، كيف حالكم؟ حياك بخيرين. الله يحفظك. والله انا فرحت، قالوا ان انت جيت، عادك جيت قبل اسبوع ولا ذا. انا جيت من في الخليج مغترب. صح؟ مش في الخليج، في امريكا. امريكا افضل ناس. امريكا نعم، والله اننا افلنا الفخر ان احنا نتكلم سيد بالذات، قال اهتموا بالمغتربين في امريكا. امريكا اللي بتسبهم. نعم. بعد كل صلاه. انه مشو سب يعني. بعد انت ايش تخلق؟ ها؟ تقول الموت لامريكا. الموت عكسها تو ما يعني كذا. مش حقيقي. إيه شعار يعني. شعار. والله اني كنت اصدق دائما. لا تصدق هذا الحادث، احنا امريكا احنا وياهم حبايب. قسم بالله. هذا بس سب المتأمركين. أوه. المتأمركين هذا يعني مشكلة. على العموم، إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. إذا جاءكم في آية يعني في المهم الآن الوطن بحاجة إلى دماء. صدق. دماء إنه كل إنسان بيقدم اللي ما يستاهل. وليش ما يحتاج سلام وأمن؟ لا. ضروري دماء. لأنه الوطن بحاجة إلى دماء، هذا معروفة في أي. دماء فقط. ضروري دماء. وبعدين لازم احنا نسيطر على الوطن والوضع تعرف المرتزقه وتعرف الكذا وتعرف الكذا. بس ايش اكلمك في موضوع كلنا الحمد لله احنا مشاركين في تحرير الوطن. انا وانت كل واحد لازم يقدم، دي ما يقدمش فلوس يقدم حاجه ثانيه، دي ما يقدمش حاجه ده يقدم حاجه ثالثه، دي ما يقدمش حاجه ثالثه يقدم حاجه رابعه كهكذا. انا بعيد من هذه الاشياء والصراعات، ولا انا بعد ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. انت قد سمعت هذا الايه طبعا. مؤمن صدق الله. نعم. شوف احنا في هذا الحاره كلنا في
معك شيء. شوف هذا البيت الكبير ثلاثة أدوار، هذا ثلاثة من عياله ماتوا في الجبهة. الله يرحمه. مع أنصر الله. شوف البيت هذا الصغير اللي جنبه. أيوه. اثنين من عياله ماتوا في الجبهة. عظم الله. شوف هذا الصندقة. أيوه. ثلاثة من عياله ما قد ماتوش بس أبوهم مات. شوف هذا الصندقة اللي جنبه هذاك البقالة. أيوه هذا ثلاثة من عياله في الجبهة، واحد قالوا جريح. كملت الحارة. في شوف شوف تزيك هذا. أيوه. هذا ثلاثة من عياله ماتوا. الحارة وهنا وشوف هذاك البيت. كل بيت. كل بيت قدم. فيه. كل بيت قدم، كل بيت قدم. حسبنا الله. أيوة الحمد لله كلنا. ابنك طبعا هو عندنا في الجبهة في. أنا يقولوا لي غايب أسبوع في البيت. أيوة. ما أعرف إيش دوره وقال. نعم. هو حضر. معكم. هو معنا في. أنت. أهلا 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 شوف. بني ايش دوره؟ هو بيشتغل معنا في لحظه بس افهمك شيء اللقطه بس. هذا بيشتغل عندي طبعا والتليفون عندي حقي عندي. شوف بس دائما دائما يمكن رسلوا في خبر. ما هو اسامه مات. حسبنا الله. اسامه بني مات. بارك لي بارك لي. مات مات. بارك لي. هناك هناك مات. ليش فرحان؟ احنا لانه في سبيل الله، في سبيل الوطن. بس ولو حرقت اب ابا. شوف ما دمه مع السيد يموت الاسره كامله، ما فيش عندنا. حسبنا الله. ايوه خلاص كان فاهم. سمعت. شوف انا كنت واصل. امس قال لي انه واحد من عيال عمي مات، وقبل اسبوع قال افرح. فرح لانه قد معي ثلاثه ماتوا الحمد لله. مش تمثيل مش تمثيل. هم صدق والله. تمثيل هو بعض الحين من كثر ما قدم مفجوع بيقول انه عظم الله اجرك. خلاص 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 بس. عظم الله اجرك يا اخي والله ما ادري ايش اقول. عظم الله الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد لله والشكر. يا اخي ما ليش فرحه كذا؟ ابني واحد من عيالي خلاص منهم سيدي. خلاص من لا بس افهمك رجال علم خطي شيء كله معك الفندق اسامه التصلح تموزها ما ضحك قدم انا خطة دحين قال لي الفندق رقمك هذا شوفوا شوفوا اهلا اهلا يا اسامه اهلا اهلا ابو حسين كيف حالك؟ معك ابو طه كيف؟ داري من معك؟ ابو طه معك سيبني ما راحش جاهز يعني. لحظة يا أخي على أي أساس قتل؟ على أي أساس جرح جاهد؟ من أخذه؟ ابني سأل. أنا قلت لك لا تهزيش الجبهة. وابني أشتخري أنا من الجبهة ولا مع ابني صيطي ولا جدتي؟ اسمع يا أخي يا أخي ابني والكل أنا شوف والله ما أسكت على هذا المهزلة والله ما أسكت. ابني عندكم ابنك ابنك قتل. من قتل؟ الحوثيين قتلوا. لأنت رجال بسر ابنك وين بمكنا الحوثيين ما حد يبكن عيال كيف قتلوا؟ من شل؟ لا وفقك أنت هذا البلد. من شل بني؟ إنا لله وإنا إليه. من شل بني؟ كيف شليتوا بني من البيت؟ إيش هذا الدنيا الغاغة؟ ابنك ما ويعمل تمثيلية وبكاء وكذا وهني لي وبارك لي عشان يقول لي أخذت ابنك وقتلوه وحتى جثة ما رجعوها. ايش من بشر هؤلاء؟ حسبنا الله حسبنا الله. الو استاذ نبيل يا اخي بيع البقاله حقي بيع كل هناك الشقه كل شيء وحول لي الفلوس الله يرضى عليك لليمن. ابني قتلوه الحوثيين اخذوه من البيت قالوا دوره اسبوع ما حتى رجعوا لي جثته. هؤلاء مش بشر هؤلاء مجرمين هؤلاء. انا بروح المقاومه اروح مارب اروح اي مكان اسير انتقم لدم ابني. هؤلاء اوغاد هؤلاء ما عندهم لا رحمه لا شفقه ولا شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الله يفتح علي. هل راى الحب سكارى تررم سكارى مثلنا كم جلسنا في الحسين على العموم سنكمل هذه القصة مرة أخرى نتكلم اليوم عنها
قصة يجب على كل شيعي أن يأخذها حلقة في وذنه أو في إذنه أو في بذنه كما جاء في الكافي وفي النسكافي. هذه القصة تحكي أن أحد الشيعة كان أو الأئمة كان ماشيا في طريقه وهو يغني ومشيت ومشيت وأنا دايب حمدنا فيه عايز أعرف بس طروا منين طريق من؟ طريق الحسين. لا تفكروا في شيء آخر. فإذا بعصابة تأتي من الجهة الشرقية أو الغربية لا أتذكر، ولكنها أتت عصابة. شنو عصابة؟ العصابة هذه مجموعة من المسلحون النواصب، نعم. وهذه المجموعة يقودهم شخص يسمى بالزعيم، فهو زعيم العصابة. سألهم أيهم بذلك زعيم، أي زعيم العصابة، نعم. فقالوا له أخرج ما في الجيب، تك ما في الغيب، أنا مخرج ما. فقال شنو أخرج ما في الغيب؟ أنا إمام. قالوا أي ضحكة. فماذا حدث بعد ذلك؟ قالوا له ستخرج ما في جيبك. قال إنها ليست لي. قالوا فأخرجوها على العموم. فأخذوها، فعندما علموا أنه إمام ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أخذوا ومشوا تردكتم تكتم، وإذا بهم أمام منارة. شنو منارة؟ صومعة. شنو صومعة؟ هذه يأتي بئر مقلوب، بئر مقلوب، نعم، هذه تسمى صومعة أو منارة عندنا هنا في معشر المسلمين، نعم. فأخذوا فقالوا سب آل البيت. قال ما أنا بسابب. فعذبوه في رمضاء المسجد. فقالوا سب آل البيت، فلم يسب آل البيت قالوا سب الحسين. قال لا. فأخذوه إلى أعلى المنارة، دلا 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 دلا. لماذا دلا؟ ما معنى دلا؟ شنو دلا؟ أي ببطء، ببطء شديد، دلا دلا. فإذا بهم يصلون إلى أعلى المنارة فيقولون سنقذف بك، تكلم عن الحسين. قال لا لا أتكلم عن سيدي وعيني. فقذفوا به من المنارة، فإذا به يقول يا حسينا، فيمد يده الحسين فيسقط في يده، فكأنما يسقط في سرير من العطب والكتان واللؤلؤ والزبرجد. فيمسكه الحسين فيقول ما سبيتني، ويطرحه في القاع، فيمشي هوينة هوينة ويتابع. وأنا مارق مريت، ولكنها ليست هذه الأغنية. فعندما بدأ تناقلت هذه القصة أجيالنا، فكان اثنان من شيعتنا يتناقشون، فيقول له هذه القصة كذبة والإمام كاذب، لا يمكن أن تعقل. فأراد صاحبنا الشيعي الآخر أن يثبت له هذه القصة، فقال تعال واقذف بي من منارة. قال هيا، أي نعم هيا بنا. هيا شنو هيا؟ يلا بنا. شنو يلا بنا؟ يعني فلنمضي. شنو فلنمضي؟ أي فلنجزع. فنيو يجزع فلندرقل. شنو فلندرقل؟ أي فلنمضي، نفس الشيء. فعندما وصلوا إلى المنارة قال اقذف بني. قال لا انتبه، اوقع رجال، والله انك ما تطيح في شرايينها والركب. قال اقذف بني وانا وانت تشوف. قال يا حمار ما ينفع. قال ابدا، انت مكذب بالقصة؟ قال نعم مكذب. قال اذا اقذف بني. فقذف به، فاذا به يقول يا حسين يا حسين يا عباد
يا ناس يا أخي. فإذا به يقع على الأرض ولكنه لم يمت. سبحان الله، أول ماشي تكسر وبعدها مات. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد منها أنك لا تكذب الإمام فيموت صاحبك. السلام عليكم ورحمة الله. مر المعاشات شهور مرات وإيش هذه القضية؟ قولوا لنا بالصدق من دون لافات، قولوا لنا بالصدق من دون لافات، قولوا لنا بالصدق من دون لافات. أين المعاش يهل النفوس الدنيا؟ لما تري الله أين الصلاط يا ناكرين الهوية؟ يا ليل خبرني على أمر المعاشات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني على أمر المعاشات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني على أمر المعاشات. شهور مرت وإيش هذه القضية؟ لك المعنوية ما له دراية في أمور السياسة، يسلم الموضوع لأهل العنية. يا ليل خبرني على أمر المعاشات، ليل خبرني، يا ليل خبرني على أمر المعاشات، ليل خبرني، يا ليل خبرني على أمر المعاشات. شهور مرت وإيش هذه القضية؟ Yeah.
دوام الضحية. والمسكين خاف من حفلة كتاف يا اصحاب الشعارات.